السلام عليكم ورحمة الله. درسنا اليوم ضمائر النصب المتصلة، وهي كاف الخطاب، هاء الغائب، ياء المتكلم، وناء الفاعلين. هذه الضمائر عندما تتصل بالفعل تعرب في محل نصب مفعول به. فعندما أقول كاف الخطاب أولاً، كلمك أو كلمك أو كلمكما أو كلمكم أو كلمكن، فهنا الكاف ضمير المخاطب، وما بعدها علامة للتثنية أو الجمع، بمعنى عندما أقول كلمكن فهنا النون هي لجمع المؤنث، عندما أقول كلمكم فهنا الميم هي علامة لجمع المذكر. أيضا عندما هاء الغائب، عندما أقول سمعه أو سمعها أو سمعهما أو سمعهم أو سمعهن. ياء المتكلم مثل كلمة كلمني أو علمني. ناء الفاعلين مثل قابلنا قابلنا، يجب أن يكون قبلها فتح، أما عندما يكون قبلها سكون فهي ناء الفاعلين، تعرف في محل رفع عندما أقول قابلنا المعلم، لكن هنا قبل الناء الفتح نقول قابلنا المعلم، فهنا ناء الفاعلين في محل نصب مفعول به. كل هذه الضمائر عندما تتصل بالفعل تعرب مفعول به.